كان له ما يبرر. ولكن تفضلت بسؤال الكابتن كالاتش، لماذا هل جاء الهدف على خلاف لسير المباراة؟ أقول بالفعل يعني كان هناك أفضلية للمنتخب الأسترالي في بداية المباراة مع تسديدة رائعة من كاهل ردها الحارس، ومن ثم تحولت مباراة نسبيا إلى كوريا الجنوبية مع دخول سون في الجو، وكذلك هذه التمريرة الممتازة، المناولة كانت ممتازة الحقيقة من رقم 10 نمطي هي لاعب الخوية إلى قلب الدفاع، حتى قلب الدفاع رقم 5 شارك في الهجمات، ولكن الترشح يسارية من سون لأنه هو لاعب أعسر. بالفعل كانت أجمل ما في المباراة على الإطلاق، ولكن فوق العارضة. ولكن أيضا مرة جديدة أقول الكرة أهداف، جاء الهدف من لوونغو وبطريقة رائعة وبمبادرة فردية من هذا. الكرة أهداف كابتن، لكن هذا الشوط كان فيه تحولات، جزء كبير من شعرنا بأنه نهائي تقليدي في تحفظ في فرص قليلة، لكن دقائق الخمس الأخيرة شهدت تغييرات برزها كالعادة. نعم، البداية كانت في نوع من التحفظ لكل الفريقين، ويحق للفريقين بأن يلعبها بتحفظ لأن المباراة هامة، وبالتالي عملية الأخطاء في هذه المباراة لم يشاهد عرضيات كثيرة لمنتخب أستراليا. واضح أن أدوار ظهيري فريق كوريا الجنوبية كانت ممتازة من جانب الدفاعي، منعوا كل العرضيات تقريبا. أولا المنتخب الأسترالي لم يتقدم كثيرا إلى الهجوم، وخاصة الظهير الأيمن، وراء لأن كلا الفريقين قادرين أن يسجلوا في أي لحظة في مرمى الآخر من لحظات. لم تسجل أفضلية فريق على حساب آخر على مستوى النتيجة، تسديدة وكرة خطيرة من خارج المنطقة، وكرة ذكية من مارسيمو. لم يسجلوا أهداف كوريا، لذلك كبروا أول أهداف في مرمان في البطولة. مارسيمو بالراحة، مارسيمو بالخبرة، مارسيمو بالذكاء بالحنكة، مارسيمو بالخبث الكروي. استراليا هجمية بينية خطيرة، جول يون ميناتا، في وقت قاتل كوريا تحافظ على الأمل. بصيص من الأمل يكفي للحياة، بصيص من أمل يكفي للحصول على مجد، بصيص من أمل يكفي للفرحة، لفرحة شعب، لفرحة وأمل شعب. لا سالت خطيرة، يوريت صوت الكرة، يوريتس عدى، يوريتس مر من الدفاع، حافظ على الكرة، وبعد ذلك غفلة من مدافع كوريا، تسديدة ليكي ليكي ليكي، أول هدف عن طريق ترايزي اللاعب البديل، ترايزي ليكو مر من بيلون وليكو سجلها في مرماهن، هدف ثاني لمنتخب أستراليا، أستراليا تتقدم.